حياتي حلوة ومسلية. أنا كركور. أنا كركور. وفي نفس الموعد يا حبابي نتلاقى وحكاية جديدة. وفي نفس الموعد يا حبابي نتلاقى وحكاية جديدة. لا تنسوا أبدا يا صحابي حكاية كركور حلوة ومفيدة. لا تنسوا أبدا يا صحابي حكاية كركور حلوة ومفيدة. أنا كركور. 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 آه يا سلام يا فنان يا كركور يا عبقري. ما هذا؟ آه ما هذه الروعة؟ ما هذا الجمال؟ يا سلام فنان. نعم فنان. لوحة رائعة جميلة بديعة. آه ليس لها مثيل. ياه ولا الألوان؟ ألوان فنان. يا سلام كل شيء جميل. ياه غدا سأخذ هذه اللوحة لمدرستي في الروضة لتعرف أنني استفدت مما علمته لنا. أنا كركور. أحبائي الأطفال أهلا بكم ومرحبا معنا في حلقة جديدة وحكاية جديدة من حكايات كركور. كركور المشغول. في ماذا أنت مشغول يا ترى اليوم يا كركور؟ ماما شيرين. أهلا ماما شيرين. أهلا. تعالي بسرعة تعالي وانظري إلى هذا الفن الذي لن تري مثله أبدا في أي مكان في العالم. فن؟ أي فن يا كركور؟ أي فن؟ هذه اللوحتان الرائعة البديعة التي رسمها فنان كبير وخطير الأول من نوعه في العالم. تم ترتم. هذه اللوحات يا كركور رسمها فنان كبير. ما عليه يا ماما شيرين انت قد كده مصطومة. جميلة فعلا صح. ما عليه. وأي فنان يا ترى رسم هذه اللوحات يا كركور؟ من هو الفنان؟ نعم ماما شيرين. بصراحة يعني ما رأيك فيها؟ رأيي فيك؟ نعم. من أي ناحية يا كركور؟ يعني يا ماما شيرين لا يبدو علي الفن. فن؟ بالحقيقة يا كركور يعني ماذا أقول له يا أصدقائي؟ أنا يعني أي نوع من الفن تقصد بالضبط يا كركور؟ أي نوع من الفن؟ طبعاً. ليش هو الفن أنواع؟ طبعاً يا كركور الفن أنواع كثيرة. فمنه مثلاً فن الموسيقى وفن الرسم. نعم فن الرسم هو هذا. هذا ما أقصده. ألا يبدو علي يا ماما شيرين أنني فنان؟ أقصد رسام عظيم. تقصد يا كركور أنك رسمت هذه اللوحات وتريد أن تعرف رأيي فيها؟ جميلة جدا. رأيك؟ ليش يا ماما شيرين هي اللوحات تحتاج لرأي؟ يعني أقصد أليست جميلة ورائعة وبديعة وخطيرة؟ كفاية يا كركور كفاية. أترك لي فرصة قبل أن تتكلم وتصف هذه اللوحات بالروعة والجمال أن نشاهدها أنا والأصدقاء حتى نقول لك رأينا فيها. تعالوا معي يا أصدقائي لنشاهد لوحات كركور. سينصدم أصدقائي إنها جميلة فعلا فظيعة. يا سلام. رائعة متناسقة الألوان. ماما شيرين هدي. يا سلام ماذا أقول له يا أصدقائي؟ جميلة طبعا. ما رأيكم؟ نم 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 نم. أنا أيضا لي نفس الرأي. جميلة كركور. نعم يا ماما شيرين. أعتقد يا كركور أن هذه ليس رسم وهذه ليست لوحات. هذه أمال ماذا؟ شخبطة. شخبطة كده يا ماما شيرين. كده يا ماما شيرين. كركور أرجوك يا كركور لا تغضب مني. كركور لا تغضب مني يا كركور. لقد طلبت رأيي وأنا لا أستطيع أن أكذب عليك. كان علي أن أقول لك رأيي بأمانة. وللأسف يا كركور للأسف حتى أصدقائي قالوا أن هذه شخبطة.
كركور أرجوك لا تغضب مني، بل تعال بسرعة لأريك شيئا جميلا. ماذا؟ أنا زعلان. لا يا كركور، تعال معي شيء ستسعد به جدا جدا. ماذا؟ أتعرف يا كركور ماذا وجدت في الرسائل الكثيرة التي تلقاها البرنامج من الأصدقاء والتي أتيت أنت بنفسك لي بها؟ أصدقائي أرسلوا لي، صحيح، ماذا وجدت؟ طبعاً أصدقائك أرسلوا إليك الكثير من الصور الجميلة الملونة. تعال معي يا كركور لنشاهد رسومات الأصدقاء لتحكم على ما رسموه كما حكمهم على رسمك. هذه الرسمة الجميلة وصلت إلينا من أمل الدوسري. يا سلام، أنت ممتازة يا أمل، يا سلام، هذا الرسم، هل ترى الألوان كم هي جميلة؟ متناسقة وزاهية. نعم، فزيعة. ورسمة أخرى من آمال الدوسري. أيضا جميل، يا الله، شوف نعم. الشجر تفاح وشجر به تفاح جميل. ارسلي لي تفاح. وباقة ورد جميلة جميلة تهديها شادية أحمد إبراهيم العسيري من الطائف إلى كركور وماما شيرين. نشكر شادية جدا على هذه الرسمة الجميلة. هذا الرسم وليس رسمي. نعم، وطفلتي الصغيرة رجاء كامل حمدون عمرها 5 سنوات رسمت شمسية يا كركور تحميني من الشمس طبعا ومن المطر في الشتاء أيضا، وهي معجبة جدا بالبرنامج ونحن نحييها ونسعد دائما برسائلها. طبعا. ومن هذا يا ترى؟ وائل عبد الباقي خليف، من رسم يا ترى؟ كركور. وائل، أنا كده يا وائل؟ لا، أنا أجمل في الحقيقة، أنا أجمل. وهذا أيضا رسم جميل يا كركور. لا، أنا عارف أنه جميل جدا. نعم، ونشكر وائل على هذا الرسم، وأيضا مهاب عبد الباقي خليف رسم كركور. ماما شيرين، لونه جميل. ماما شيرين، أنا نعم. ليس لدي ذيل يا ماما شيرين. ما علي يا كركور. أيوة هو أيوة صح. ولكن هذا هو كركور، لا تنظر إلى الذيل، هذا هو كركور. نعم. وأميرة عبد العزيز رسمت إلينا هذه الرسمة أيضا. جميلة. نعم. وفاطمة عبد الله بقشان رسمت إلينا ببعض الأوراق التي تتساقط من الأشجار في فصل الخريف. يا سلام. نشكر إيمان وفاطمة بقشان من جدة على هذه الرسمة. وأخيرا يا كركور هذه الرسمة من إدراك عبد الله المهنة، أشكر عليها. شكراً لك يا إدراك. شكراً. هل رأيت يا كركور هذه الرسومات الجميلة؟ طبعاً يا ماما. وما رأيك في رسومات أحبائي الأطفال الصغار؟ إنها جميلة جداً جداً. الحمد لله. أرى شيئاً جميلاً، ما هو؟ نعم يا كركور. ماما شيرين. نعم. لقد فهمت الآن لماذا وصفت لوحاتي بأنها شخبطة، ولكني لا أعرف كيف أرسم مثل أصدقائي الذين أرسلوا إلينا هذه الرسومات رسما جميلا، فهل تساعديني؟ طبعا يا كركور، أنا سعيدة جدا أنك أنت والكثير من الأصدقاء الصغار يحبون هواية الرسم، ولكي نتعلم الرسم يا كركور علينا أن نتعلم كثير من الأشياء، وطبعا أنا أحب أن أساعدك على تنمية هذه الهواية. شكرا. طالما أنك تحب الرسم، تعال أولا نتعرف على الألوان وأنواعها وأشكالها وأسمائها. ما رأيك؟ نعم نعم يا ماما شيرين، هيا بنا. نعم، طبعا يا أحبائي، أنا أعرف أن كثير منكم يعرف الألوان، ولكن أيضا هناك أصدقاء صغار لا يعرفوا الألوان بعد، فما رأيكم أن نتعلم سويا أسماء الألوان وأنواعها؟ انظر معي يا كركور إلى هذا الكتاب. هذا هو أول لون يا أصدقائي، هو اللون الأسود. هذا هو اللون الأسود، لون السماء. نعم، لون السماء في الليل يا كركور. أيضا عيني كركور لونهما أسود، انظره. عيني جميلة، لونها أسود. إذا هذا هو اللون الأسود. نعم، اللون الأسود. وهذا يا كركور، هذا لون ثوبي. نعم، ولون الثوب أبيض. رددوا ورائي يا أحبائي، هيا هيا. أبيض. إذا هذا هو اللون الأبيض، مثل لون الحليب. نعم. ولون اللبن. نعم. والزبادي. نعم. وأيضا البيض الذي نأكله. نعم نعم نعم.
إذن ردد يا كركور، هذا لون أبيض. أبيض، شاطر يا كركور. وهذا هو لون التفاح، وأيضا لون الحبحب أو البطيخ، ولون الطماطم، هذا هو اللون الأحمر. شاطر يا كركور، لون الأحمر. أحمر لون التفاح أحمر. طبعا يا كركور. وهذا هو لون الزرع، هل تعرف يا كركور ما هو لون الزرع؟ أخضر. أنا أعرف. شاطر يا كركور، فعلا يا أصدقائي، لون الشجر والزرع أخضر. إذن هذا هو اللون الأخضر. نعم. وهذا لون البحر، والبحر لونه أزرق. شاطر يا كركور، لون البحر أزرق، وأيضا لون السماء أزرق. إذن هذا هو اللون الأزرق. اللون الأزرق. شاطر يا كركور. يخشي دو 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 سوس سوس. هذا هو سوس صغير. نعم، سوس صغير. كركور وأصدقاء. نعم، هذا هو سوس صغير، صغير تماما مثل كركور وكل أصدقائنا الحلوين. ولون السوس يا كركور. نعم. أصفر. نعم. ولون الشمس أصفر. أيضا يا أصدقائي، لون منقار كركور أصفر، وأيضا هذه الكرافتة الجميلة لونها أصفر. وهذا اللون يا كركور هو لون البرتقال، ولون البرتقال برتقالي. إذا يا أصدقائي، هذا لون أصفر وهذا برتقالي. برتقالي لون لوني يا ماما شريفة. فعلا يا كركور، هذا صحيح، لون كركور برتقالي يا أصدقائي، وأيضا منقاره أصفر. نعم. وأذناه أيضا أصفر. إذا هذا لون برتقالي وهذا لون أصفر. والقهوة يا أصدقائي التي يشربها الكبار لونها بني. أيضا الشوكولاتة التي تحبها يا كركور لونها بني. نعم صحيح. إذا هذه الألوان يا أحبائي، تعالوا نقولها مرة أخرى. نعم. هذا لون أسود. شاطر يا كركور. وهذا أبيض. وهذا أحمر. وهذا أخضر. وهذا أزرق. وهذا أصفر. وهذا برتقالي. وهذا بني. شطار يا أصدقائي، شطار، لقد تعلمتم اليوم الألوان، وأتمنى أن تتعرفوا على ألوان كل الأشياء التي ترونها من حولكم سواء في البيت أو خارج البيت. وأيضا تستطيعوا أن تطلبوا مساعدة بابا أو ماما أو أحد إخوانكم أو أخواتكم الأكبر منكم سنا، فتسألوهم عن هذه الألوان ليصححوها لكم. هل هذا يعجبك يا كركور؟ ولكن يا ماما شيرين، نعم. بعد أن تعرفنا على الألوان، ألن تعلمينا كيف نرسم؟ طبعا يا كركور، ولكن أعتقد أن الوقت لن يسعنا في هذه المرة، إذن سأتركك مع أصدقائي تتعلمون الألوان مرة أخرى، ترددونها كما قلت في كل شيء ترونه من حولكم، وفي المرة القادمة إن شاء الله تكون أنت والأصدقاء قد استعددتم وأتيتم بكراسة للرسم وقلم رصاص، وسأعلمكم إن شاء الله أسهل طريقة لكي تتعلموا بها الرسم، لكي ترسم بها يا كركور لوحات أعظم من هذه. نعم، مع أن هذه عظيمة. طبعا هي جميلة يا كركور كبداية، ولكن عندما تتعلم كيف ترسم سترسم إن شاء الله لوحات أجمل بكثير. جميل يا ماما شيرين، وإلى أن نلتقي مع أصدقائنا في الحلقة القادمة، سأظل أحفظ الألوان من حولي في المرة وفي المرة القادمة سأحضر معي قلما وكراسة للرسم وأتعلم كيف أرسم رسومات جميلة. ماما شيرين. شاطر يا كركور. ماما شيرين، عندي أنشودة وداع، هل تسمحين أن أنشدها للأصدقاء؟ تفضل يا كركور. حيوني الأول. شكرا شكرا. إلى اللقاء يا أصدقائي، لقاء نأتي كل أربعائي، مع السلامة للسيامة، صحبتنا جاية، صدقوني جاية. يا سلام، جميل يا كنت أصدقائك الحلوين مسرورين ويصفقون لك في البيوت يا كركور. فعلا يا أصدقائي، نتمنى أن نلقاكم في الحلقة القادمة. نعم. ومع حكاية جديدة إن شاء الله على خير، ونتمنى أن تكونوا قد سعدتم بلقائنا كما سعدنا بلقائكم،
وإلى أن نلقاكم على خير إن شاء الله، نقول لكم إلى اللقاء. إلى اللقاء، زورينا يا ماما شيرين. إلى اللقاء يا أصدقائي، لقاءنا آتي كل أربعائي، مع السلامة للسلامة.